الموضوع ده اللي بنسمع عنه في اتجاه الحاله في السنين اللي فاتت، موضوع زي الزياده السكانيه وموضوع معدل النقص كان متزايد، بس دايما واحنا بنسمع عن المواضيع دي بنسمعها وهي مرتبطه بكلمه مشكله، دايما بنسمع مشكله الزياده السكانيه ومشكله معدل النقص كان متزايد، لكن لو سالنا نفسنا سؤال ليه دايما المواضيع دي مرتبطه بكلمه مشكله؟ هنلاقي الاجابه بتقول لنا ان ما حصلش زياده في بعض الحاجات الاساسيه تواكب التعداد السكاني الجديد، من اهم الحاجات دي المحاصيل الغذائيه خاصه المحاصيل الغذائيه الاساسيه منها، على سبيل المثال السكر المصري في السبعينات حققت منه انتفاع ذاتي، ايام كان عدد سكاننا 30 مليون، دلوقتي مصر عدد سكانها زاد 3.3 ضعف، لكن للاسف مصر عندها عجز 50% من السكر وعندها عجز نسب متفاوته في المحاصيل الغذائيه الاساسيه الثانيه، المشكله اللي احنا شايفينها اول حاجه صعوبه استصلاح اراضي جديده، وتاني مشكله شايفينها نسبه الهدر اللي بتحصل نتيجه الخطا البشري بالعمليات الزراعيه، ودي بتصل ل 20%، على سبيل المثال لو في اونر عنده ارض زراعيه 1000 فدان، ففي 200 فدان فيهم هو انبوت مزرعيه لكن اوت منهم بصفر، والمشكله هتضخم اكتر لو الاونر ده عنده 10000 فدان، ففي 2000 فدان منهم هو مش مستفيد منهم وبيروحوا نسبه الهدر. من ضمن الاسباب ودولت المشكلتين دولت ادوا لنقص في المحاصيل الغذائيه، ومن ضمن الاسباب اللي بتؤدي لصعوبات في عمليه الاستصلاح اول حاجه تكلفه المعدات الضخمه، لان المعدات دي بنستوردها من بره دي بتسبب كوست ايه من التعامل، الصوره الضراري في الصوره ده بنستورده من بره وثمنه 1,500,000 تجديد والمستعمل 600,000، وتاني سبب من ضمن الاسباب اللي بتصعب عمليه الاستصلاح هو نقص العماله المدربه، لان الدرارات دي مش بيسوقوا اي عمال، بتبقى محتاجه عماله مدربه، لما نزلنا السوق لان العمال دول مش موجودين في مصر اصلا فبنضطر نستوردهم من بره، لان عمال اوكرانيين سايقين الدرارات، ده بيسبب كوست ايه من التعامل. طب احنا ايه السوليوشن اللي احنا بنقدمه؟ بس قبل ما نستعرض السوليوشن عايزين نشوف ايه الكرنت تكنيك، الكرنت تكنيك اللي فيه جراد، الجراد ده زي في الصوره كده، سايبه واحد والجراد ده راكب عليه التول، طب احنا بنقدم ايه؟ احنا بنقدم اوتونوس سوليوشن زي في الصوره دي، احنا شلنا الهيومن فاكتور من الموضوع، طب ايه الادفانسز اللي احنا طلعنا منها من الموضوع؟ هم اربع حاجات، احنا سهلنا عمليه الاستصلاح، ليه سهلنا عمليه الاستصلاح؟ لان احنا هنقلل الكوست بتاع تكلفه المعدات المستورده الضخمه من بره، لان احنا هنسمعها هنا في مصر. ثالث حاجه الكروب يلد والاستفاده اللي احنا استفدنا منها من المحصول الزراعي المزروع هيكبر بكتير، لان العامل البشري مش موجود في الموضوع، فنسبه الهدر كانت بتبقى 20% هتنزل ل 4.6%، وثالث حاجه اللي احنا ما بقاش عندنا تكلفه العمال المدربين، لان اصلا خلاص الموضوع بقى اوتونوس مش محتاجين عمال، ورابع حاجه اللي احنا هنعمل الاستيراد بتاعنا بنسبه كبيره. ده البرودكت اللي احنا بنقدمه ده مجرد بروتوتايب، البروتوتايب ده السبيكس بتاعته هو 120 متر خزان وعرض الدراعات 5 متر. البيزنس موديل بتاعنا لو استعرضناه هنلاقي ان الفاليو بروبوزيشن اللي احنا بنقدمها هو احنا بنقدم اكيوريت سبراينج لان احنا شلنا الهيومن ايرورز من الموضوع، وتاني حاجه الكاستمر سيجمنت بتاعنا احنا بنستهدف الملاك الاراضي اللي عندهم اراضي اكثر من 50 فدان، لان هم بيعتمدوا على الميكانه الزراعيه بس بيعتمدوا على الجرارات، واحنا هنحاول نستخدم الروبوتات الزراعيه مكان الجرارات دي. الكوست ستراكشر بتاعنا رايح في السيرفيس والهاردوير والماتيريالز والمانيفاكشنج، والريفنيو بتاعنا هنجيبه عن طريق اللي احنا هنقدم للسوق خدمه الرش للفدان، وبعد كده هنحاول نبيع المنتج ذات نفسه. وشكرا.